شنو الحكومة يا شباب مصر؟ الحكومة هي اللي بتضربكم بالمخدرات، الحكومة هي اللي بتضيعكم. لو السيسي عايز يفضل رئيس مصر يمنع المخدرات ويغير الحكومة، لو السيسي عايز يفضل رئيس مصر يغير الحكومة، الحكومة ظلمة يا ريس، الحكومة ظلمة يا ريس. لو أنت تعرف العدل، والعدل هو الله، وربنا هو منك وهو من حكومتك، ربنا هو منك يا سيسي وهو من حكومتك. عايزين نسأل الرئيس سؤال، العزا بتاع دربكة فين؟ فين عزا؟ عند مدرس غالي وعند فين عزا يا ريس؟ العزا فين؟ فين العزا يا ريس؟ العزا بتاع دربكة فين؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سيسي، بس لو ما حكمتش بالعدل يبقى حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سيسي. لو ما حكمتش بالعدل، والعدل هو ربنا، والعدل هو ربنا، واحنا كبرنا ربنا. بطرس غالي اللي نقل فلوس البلد ومات بيها. الف شكر لحضرتك، الله يبارك لك. شكرا جزيلا. بس ارجوك اللي سمع حاجه يوصلها. احنا غلابه، احنا غلابنا وعيالنا غلابه، احنا غلابه وعيالنا غلابه يا ناس، يا ناس احنا غلابه وعيالنا غلابه وشعبنا غلابات، يا ناس احنا بنزيدنا على لقمتنا، يا ناس المرأة بتشتغل قبل الراجل ومش معطين على العيشة، يا ناس ابننا كمان يتقتل، يعني ارتينا بالظلم وابننا كمان يتقتل، رجينا بالظلم وابننا كمان يتقتل من حكومة بلدنا. هما بيحبونا ولا بيقتلونا؟ لا بيقتلونا. هما بيحبونا ولا بيقتلونا؟ بيقتلونا يا سيسي. ما بيسمحولناش بيقتلونا يا سيسي. رد عليا لو انت عادل، لو انت عادل رد عليا وفوتت الامر لله فيك وفي حكومتك. شكرا يا امي، الف شكر لحضرتك. شكرا.